اه سهل من اللعب. شايفين 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 وين 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 اه وعلي عبد الامير وهذا ايضا صار اجمل من اللاعب خليفة الشوملي وفاضل الحايكي وتقدم المحرك 4-2 سال استقبال واسقاط من اللاعب خليفة الشوملي يجي المعد طبعا فريق النصر واسقاط جميل وينتقل الارسال وهذا ارسال وصد اجمل من اللاعب ايمن ونقطه و5-2 لصالح جواد احمد سيف خليفه الشوملي محمد جاسم ومحاوله من ربع كره قويه قويه من الصف الخلفي تبديل حسين علي خارج الملعب حسين علي وياخذ مكانه اللاعب قدم بشوط 15-8 الشوط الاول والشوط الثاني لا زال متقدم بنتيجه 6-2 وهذا ايضا اسقاط جميل من اللاعب محمد جاسم دقيقه لاعب متميز اللاعب محمد جاسم من نادي المحرق 20 سنه محرق ما زال متقدم 8-4 خليفه الشوملي وهذا صد جميل من النصر ومحاوله ثانيه من محمد جاسم جميله جميله لاعب الحقيقه محمد جاسم لاعب حقيقه متميز لاعب طويل يتمتع ايضا بالذكاء وطول ما شاء الله مترين وحشره ارسال استقبال احمد سيف ياسين وكره سريعه و استقبال من علي خليفة جواد وضع علي وصد أجمل من اللاعب محمد جاسم وياسين الميل وأعزائي الرياضيين أعزائي المشاهدين ينتهي الشوط الثاني أيضا بفوز المحرق بنتيجة 15-6 بدأ الشوط الأول بالنسبة للمحرق بدأ الشوط الثالث أما بالنسبة لي نادي النصر هناك تغييرين اللاعب علي خليفة رقم 9 محمد جاسم رسان استقبال رضا علي جواد حسن علي وحلو صد جميل من اللاعب فاضل وياسين الميل ونقطة وتقدم المحرق الشوط الثالث 2-1 فاضي وهذه كرة ياسين خليفة أيمن أيمن وين حلو حلو أيمن محاولة جيدة ولكن الكرة تلمس رأس اللاعب أيمن قبل خروجه شوف 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 وين ها وهي تعتبر الكرة صحيحة على اللاعب إرسال عبد النبي استقبال أيمن أجمل أجمل من أيمن دقيقة استقبال جيد استقبال جيد من اللاعب أيمن إرسال استقبال ياسين الميل أيمن محمد جاسم رضا محاولة من جواد رضا كرة عالية حقيقة ليه طائل فرصة للاعبين لاخذ اماكنهم في الملعب وهذه كرة اسرع واسرع من اللاعب محمد جاسم محمد جاسم وينتقل الارسال للمحرك احمد سيف الارسال استقبال على عبد الامير جواد وهذا اسقاط ومحاولة محمد جاسم علي قال كرة وين الشبك و أعزائي الرياضيين أعزائي المشاهدين ينتهي هذا الشوط بتقدم المحرق بنتيجة 15-8 واستغرق الوقت 20 دقيقة ويعني ذلك الزمن أن طبعا الأداء قل بالنسبة لي الفريق واستغرق الشوط زمن الشوط الأول 25 دقيقة الشوط الثاني 22 دقيقة والشوط الثالث 20 دقيقة.